الفرع العاشر للحزب الديمقراطي الكردستاني احتفالا جماهيريا لدعم مرشحي الحزب في الدائرة الأولى في محافظة أربيل بحضور العضو في المجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكردستاني هيمن هورامي. كحزب إما حزبي رقم يكي كردستان وعراق ما وتو أمينته. سوف يبقى الحزب الديمقراطي الكردستاني الحزب الوحيد اللي يحصل على أكثرية المقاعد النيابية في برلمان العراق عن كردستان العراق وعن مناطق الكردستاني خارج إدارة الإقليم كردستان، لأن الحزب بارتي ديمقراطي الكردستاني يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني صاحب القضية الأساسية وبقى صادقا مع تعهداته ومع شعاراته ومع التزامه بالقضية العادلة للشعب الكردستاني. فلهذا نعتمد على الناخبين لحزب الديمقراطي الكردستاني، على أصوات التنظيمات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وعلى قوة المندوبين للحزب الديمقراطي الكردستاني والمرشحين للحزب الديمقراطي الكردستاني لأن يبقى رأسه مرفوعا وأن يبقى الرأس الحزب الوحيد اللي يحصل على غالبية الأكثر من المقاعد في برلمان العراق. قاعة هجار مكرياني في الفرع العاشر للحزب الديمقراطي الكردستاني احتضنت جماهيرا كبيرة من مدينة سوران جددت تأييدها ودعمها لمرشحي الحزب الديمقراطي لإيمانهم المطلق بأحقية الحزب الذي دافع وما زال يدافع عن حقوقهم المشروعة. الحزب الديمقراطي هو الحزب الوحيد الذي يدافع عن الحقوق الكردستانية في بغداد، ولذلك تجد جميع الأحزاب والكتل تقف ضد هذا الحزب. نهرم محمود قادر عضو مجلس النواب العراقي بالدورة الرابعة والآن مرشح في الدورة الخامسة في محافظة أربيل الدائرة الأولى برقم سلسلة 26. أطلب من المواطنين أو من الناخبين إن شاء الله يعني الوصول إلى صناديق الاقتراع بيوم 10/10 بكثافة، وذلك للحصول حزبنا حزب الديمقراطي الكردستاني على أكثر عدد من المقاعد في محافظة أربيل وبالتالي في الإقليم الكردستاني لكي يكون دفاع يعني يكون بيشمرجة لهم في بغداد للدفاع عن حقوق إقليم كردستان بموجب الدستور العراقي المثبتة، هاي الحقوق في الدستور العراقي والدفاع على قوانين الموازنة وحقوق المواطنين ككل، ولكي نقدم خدمات أكثر لمواطنينا في الدورة الجاية بإذن الله. الدائرة الأولى في محافظة أربيل تشمل أقضية السوران ورواندز وتومان وميرجسور وشقلاوة، ويتنافس فيها أربعة مرشحين. رايبر عبد الغفار، زاغروس تي في، سوران.